انا ولد اسفي، انايا هاد الصنعه بديت في اسفي. انا اسفي معروف هاد الصناعه التقليديه، لا بلي بار ديال البنادم تي تيكون ولاد اسفي كاع مولي تيخدموا هاد الشيء ديال الفخار، هاد الشيء معروفين باسفي. تنزاول الصناعه التقليديه مني كانت عندي 13 عام، 13 سنه. كان السبب هو الوالد عندي الله يرحمه برحمه الله، هو السبب اللي هبطني نتعلم هاد الشيء. مني هوت بديت ناخذ واحد شويه، مي كانت فلوس قليله، واني ما كنا باغيين حنا نتعلموا هاد الصنعه، ما كانش عندنا الهدف ان الفلوس ولا شي حاجه. مي الحمد لله، اللهم لك الحمد. المراحل اللي كنديرو هو انك نشدو الطين حجر وتندقوه حتى تيولي صغير، وتنديروه في الماء حتى تيرطاب. مني تيرطاب تنعاودو نجمعوه عاوتاني، تنعجنوه مزيان حتى تيعقد. مني تيعقد تنطربوه تنعجنوه، نعاودو نعجنوه عاوتاني وتنرولوه، تنجيبوه هنايا للتور وتنخدمو بداك الشيء اللي بغينا. اي حاجه طاحت لك في بالك بيتي تخدمها تتخدمها، والكمال على الله سبحانه وتعالى. الناس هما اللي كيخلوك انك تزاول هذه المهنه، مني كدير شي حاجه اللي كتفرح الناس يكون عندك واحد الحافز انك تتبقى شاد فيها واحد شويه. مي بالنسبه لي انا يا الصنعه هذه 16 عام ما درت فيها والو، هذا هو المشكل اللي يقدر غدا ولا بعد غدا نقدر نقطعط على هاد الدومين هذا ديال الطين هذا. مي المستقبل فيه ما واضحش، غامض بزاف ديال الغموض، ما واضحش المستقبل فيه. كون كان البادي الانسان راه غيقدر دير هادي غير هوايه، ما ديرهاش ان مصدر العيش ديالك. ان الانسان شحال قدو يبقى يضرب في التماره. انت دابا انسان باقي صغير مغطي على بزاف ديال الحوايج، مي انسان ملي غيكبر تلقى راسك ما بقاش عندك الجهد باش تعصر الطين، وما بقاش عندك الجهد باش تدق، غادي تمشي تريح. ومني غتريح ما غتلق على حتى شي واحد، ما غي كانك بياسه ودازت في واحد بيريوند وتهرسات مشات. لا ولدي انا لا جابو يدير الطين نضربو ما نخليش. ان علاش ان تنشوف راسي انا ضايع؟ علاش انا غنجيب حتى ولدي حتى هو نضيع وسط هذا الشيء؟ انا واخا حنا تعلمنا هذا الشيء وكذا ومن هنا وتندير بزاف ديال الحوايج، بعض المرات تترد اللومه لوالديك. علاش هما اللي بغاوك تعلم هذه الصنعه وبغاوك دير شامتي؟ مني تقول لنا ولا ان علاش هاد الصنعه كانت بكري واحد شويه كانت معزوزه. عندك غير مثال بحال دابا ملي كان كيكون قرب رمضان، رمضان كنتي كتخدم يعني واحد لا سيزون تقريبا شهرين قبل رمضان، كتخدم غير في السوبيرا، حنا بما يصطلح عليه السوبيرا والزلايف لي بول، داك الزلايف ديال الحريره والسوبيرا، يعني كتخدم فيهم 3 شهور لا سيزون كلها كتخدم فيها. دابا حاليا تيجي لك ليان ما كيسولش على السوبيرا، السوبيرا ما بقاتش كتخدم بحال اللي كانت كتخدم شحال هادي، وهذا في حد ذاته راجع للازمه الاقتصاديه اللي كاينه. الا مشينا للجوامع كنلقاو الجليج، الجليج راه صانع تقليدي، كنلقاو القباص صانع تقليدي، كنلقاو النجار صانع تقليدي. اذا هاد الناس هادو بناو لنا واحد الحضاره خصنا نحافظوا حنا عليها، وباش نحافظوا عليها نضمنوا لها الاستمراريه ديالها، وباش نضمنوا لها الاستمراريه ديالها راه كيخصنا نتهلاو في الصنايعي. الصنايعي خصنا نتهلاو فيه، لان راه ارث هذاك حضاري، هذيك حضارتنا خصنا نحافظوا عليها. وباش نحافظوا عليها خصنا نحافظوا على الكرامه ديال الصانع التقليدي. الصانع التقليدي لما كيكبر وكيوصل لواحد لاج، اولا ما عندوش تغطيه صحيه، هذه وحده، ما عندوش تقاعد، الكرامه ديالو كتنداس في الارض. كاين شحال ديال الصناع التقليديين اللي كي لما كيوصل لواحد السن ما كيعجز على الخدمه كيولي يسعى. تصورها هو صانع مثلا، صانع تقليدي كان عنده
يعني صالو جال في الميدان وقدمته هو للدوله يعني للبلاد كلها ككل، راه ساهم في الاقتصاد. ولكن باش تولي تشوف الكرامه ديالو انه كيتسول او مريض وكيتلاح، علاش ما تكونش عنده تغطيه صحيه؟ الصانع التقليدي علاش ما تكونش عنده يعني يكون عنده تقاعد على الاقل في ذاك الايام الاخيره ديالو يعيش بكرامته كما كان عايش بكرامته؟ يعني هادو مسائل اللي خص الناس المسؤولين ينظروا في الصانع التقليدي، لان جزء لا يتجزأ من هاد البلاد هاد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.